خلاص بقيتوا كلكم ملايكه ورحيم بقى هو الشيطان قاعدين تحاسبوني دلوقتي. محدش فيكم غلط غلطه واحده في حياته. دي اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم، وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. ما تقولش كده يا حاج. اوعى. سيب ايدي، سيب ايدي. انت اللي بتختار رحيم. ايوه انت اللي بتختار. وهي بدأت بحلمها خاف بقى على الباقي. تيجي انا اوصلك. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا امال رايحه فين؟ طيب مالكش دعوه، وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوه. طب هقابلك هنا تاني بكره. تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني ارجع مصر في الوقت ده تحديدا؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقه. ياه بتحبها قوي كده لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط واحنا بس اللي لازم نتحمل ثمن الغلط ده، لكن انت لا. محدش دفع تمن من عمره ودي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد، ما تسافرش. طب هقول لك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني. ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليكي، سيبيني اسافر. واهون عليك، اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش، ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبهوش يمشي يا رحيم عشان خاطري. يا ويحاولني انا اسكت، الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قصدها. في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ أنا من رأيي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني، ساعتها هتعرفي إذا كان باقي عليكي ولا لأ. الحمد لله جدك أحسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم. كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه. عارفه ايه المشكلة اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكلة اللي ما بيني وما بين ان اخد طرب ابويا وامي رحيم. والمشكلة اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم ملوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها؟ ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دافعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمة؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ سامحيني، أنا مش مظبوط خالص اليومين دول.
انا عمري ما زعل منك ابدا. انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي. رحب انا حاسس ان انا بتغير. حاسس ان انا بقى بني ادم تاني. انا بقيت اكره كل الناس اللي قريبين مني. انا لازم امشي. لازم ابعد عن هنا. انا هسافر يا رحاب. هسافر قبل ما ببقى بني ادم تاني انتي ما تحبيش تشوفيه. ايوه يا رحيم، انا عاوز اشوفك حالا دلوقتي. طب افهم يا حاج اللي حصل. طيب ايوه بس انا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامة. في ايه؟ شكلها كده مصيبة جديدة. رحيم، هو انت هتقف قدام ابوك؟ حتى انت يا هشام، ده انا قلت انت الوحيد اللي هتفهمني. افهم ايه؟ افهم انك عايز تسامح واحدة كانت سبب في موت اختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ وانا مالي احط نفسي ليه مكانها؟ أنا كل اللي خصني في الموضوع ده إن دي كانت السبب في موت أختنا. أيوه بس ما كانتش عارفة إن كل ده هيحصل. رحيم، هو أنت كنت ناوي تتجوزها؟ إيه كنت دي؟ طب يا رحيم، أنا هقول لك كلمتين من أخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحدة غريبة، ده كان هيبقى تصرفك؟ أيوه بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي، يعني انت عايز تجيبها بيتنا ونبقى احنا قاعدين مع مرات اخونا اللي كانت سبب في موت اختنا، موت اختنا حتى لو مالهاش ذنب. تفتكر ازاي هنتعامل مع بعض؟ اديك سكت. يعني ابوك كان عنده حق. فكر في الكلام يا رحيم. البوليس عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما هو ده السؤال اللي أنا جاي أسأله لك يا رحيم. أنا؟ أنت قصدك إيه حاجة بالظبط؟ أصل مش معقول يعني أنا أو رجالتي هنسلم البضاعة للحكومة. وأكيد مش أنا. أنت عارفة رحيم السوفي كويس. ما أنا عشان عارفاك كويس جاي أسألك. مش عايزة أعمل أي تصرف إلا ما أتأكد منك. أكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجة، البضاعة أول ما بتوصل المخازن رجالتي مالهمش دعوة بيها. يعني إيه؟ يعني شغلي وعملته. التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم. بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده، تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري. أنت عندي حاجة كبيرة أوي.